مسعود مياد مدير التعليم القرآني والمسابقات القرآنية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. أستاذ مياد، جمعة مباركة، أهلا بك. جمعة مباركة أستاذ الكريمة، تحية لك ولكل المشاهدين الأكارم إن شاء الله. مرحبا بك، شاهدنا إذا سويا هذا الروبورتاج، هذه الدورة التأهيلية بولاية سطيف في حفظ وترتيل القرآن الكريم، الدورات التأهيلية، الدورات المحلية ثم الوطنية وبالتالي المسابقات الوطنية. كيف هو واقع هذه المسابقات التي والحمد لله دائما تألق فيها شباب الجزائر؟ أولا اسمحي لي أن نشكركم على هذه الوقفة الإعلامية المثمنة لهذه الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وغيرها من المؤسسات، مؤسسات الدولة الجزائرية، في سبيل تحفيظ أبنائنا للقرآن الكريم، ثم بعد ذلك التفوق في حفظ القرآن الكريم وفي أحكامه، ثم بعد ذلك تشريف الجزائر في هذا المجال، في رفع راية الجزائر في مختلف التظاهرات القرآنية الكبرى لتحتل بذلك المراتب الثلاثة الأولى في أغلب هذه التظاهرات القرآنية المباركة. لله الحمد والمنة أستاذة، الجزائر عندها محطتين وطنيتين تجرى فيهما مسابقتين كبيرتين، مسابقتين قرآنيتين كبيرتين. عندنا محطة الأسبوع الوطني والتي نحن الآن في الدورة الثالثة والعشرين أو الرابعة والعشرين عفوا، تم إجراؤها هذه السنة في ولاية بني عباس. الأسبوع الوطني تنتظم فيه هذه المسابقة، مسابقة قرآنية في ستة فروع. المشاركون في هذه المسابقة القرآنية في إطار الأسبوع الوطني هم ما أخرجته لنا المسابقات التصفوية الولائية. فالولايات تنظم على مستواها مسابقات قرآنية ولائية. الفائز الأول من كل ولاية وفي كل فرع يتم جمعهم لاختيار أو لتنظيم مسابقة التصفوية الوطنية التي تسفر بعد ذلك الفائزون فيها يشاركون في المسابقة الوطنية النهائية في إطار الأسبوع الوطني للقرآن الكريم. والمحطة الثانية هي جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم التي فيها مسابقة وطنية وفيها مسابقة تشجيعية وفيها مسابقة دولية تنظمها الجزائر، ولعلنا نفتح موضوع جائزة الجزائر بعد حين إن شاء الله. طيب، الفائزون الأوائل في الأسبوع الوطني المرتبة الأولى والثانية والثالثة في الفروع الخمسة، والفائزون الأوائل في جائزة الجزائر سواء في فرع المسابقة التشجيعية أو في فرع المسابقة الوطنية، هؤلاء هم الذين يؤهلون لأن يمثلوا الجزائر في مختلف المسابقات الدولية. فنحن في هذه الدورة، الدورة السادسة التي سبقتها خمس دورات أخرى، نعم توقفت هذه الدورات في فترة كورونا باعتبار تعذر جمع هؤلاء الطلبة، ولكن لله الحمد استأنفنا هذه الدورات بدءا بالدورة السادسة. جمعنا الفائزين الأوائل في الأسبوع الوطني والفائزين الأوائل في جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم، والذين بلغ عددهم كما أشرت سابقا 31 متسابقا ومتسابقة. هؤلاء تم جمعهم ليؤهلوا وليأخذوا بعض المهارات، بعض التقنيات، وليأخذوا بعض المعارف، وليصححوا تلاواتهم في بعض المجالات التي ربما قد يكون لهم فيها نقص. ثم بعد ذلك، بعد انتهاء هذه الدورة، تنظم لهم مسابقة داخلية خاصة بهم يتم ترتيبهم على أساسها، ويتم الترشيح بعد ذلك للمسابقة الدولية على حسب ذلك الترتيب، الأول فالأول. هؤلاء صبيحة هذا اليوم تم إجراء هذه المسابقة وسيتم ترتيبهم إن شاء الله، وتعتبر هذه القائمة هي القائمة الرسمية التي على أساسها سوف يتم تأهيلهم لمختلف المسابقات الدولية. ولله الحمد والمنة، نحن بدأنا نلمس ثمار هذه الدورات التأهيلية، وكما أشرت إلى العدد، نحن عندنا في من 10 سنوات الأخيرة هذه، من 2012 إلى 2022، عدد المسابقات الدولية التي تحصلت فيها الجزائر على المراتب الثلاثة الأولى هي 64 مسابقة دولية تحصلنا فيها على إما المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية أو المرتبة الثالثة. المرتبة الأولى تحصلنا على 21 أو تحصلنا في 21 مسابقة، المرتبة
الثانية تحصلنا في 23 مسابقة تحصلنا على المرتبة الثانية، و20 مسابقة تحصلنا فيها على المرتبة الثالثة. لعل هذا الأمر أول دلالة يدل عليها هو أن التعليم في الجزائر، تحفيظ القرآن الكريم في الجزائر، هو تحفيظ وتعليم على أعلى مستوى. صحيح، وهذا جاء بعد عمل دؤوب، نعم، بعد عمل دؤوب كل الفاعلين، نعم، في هذا المجال، في هذا المجال. نبدأ من القاعدة، من هذه الدورات التأهيلية، نعم، حيث يسهر الأساتذة والمشائخ، نعم، على تلقين هؤلاء الطلبة أسس، نعم، التلاوة، نعم، وطريقة الحفظ الصحيحة. صحيح. ما بوأهم، صحيح، من أجل احتلال هذه، نعم، المراتب. نعم، جزاك الله كل خير. هذا يدل كما ذكرتي على عناية الدولة الجزائرية بتحفيظ القرآن الكريم، الدور الكبير الذي بذله أساتذة التعليم القرآني، معلمي القرآن الكريم، المرشدات الدينيات، الأئمة، والذين نوجه لهم كل التحية وكل التقدير لهذه الجهود التي بذلها، وما بذلته كذلك الأسر الجزائرية، لأن هؤلاء من ورائهم أسر يحرصون على أن يدفعوا، أو حرصوا على أن يدفعوا أبنائهم إلى المدارس القرآنية، حرصوا على أن يرافقوا أبنائهم في مختلف المسابقات وأن يشجعوا أبنائهم. فمن وراء هؤلاء أساتذة أكفاء، معلمون ومرشدون وأساتذة، ومن ورائهم أسر كذلك اعتنت بهم. رافقت كل هذا الدولة الجزائرية من خلال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في جمعهم، في ترتيبهم، في تحسين مستواهم، في الارتقاء بهم. لذلك ما تلقوه في خلال هذا الأسبوع كله، كل المجالات التي لها علاقة بالمسابقة تم الوقوف عندها، وتم يعني محاولة الارتقاء بطلبتنا هؤلاء في كل هذه النقاط، سواء ما تعلق منها في الحفظ، سواء ما تعلق منها بمخارج الحروف والصفات، أو ما تعلق منها بأحكام الترتيل، نعم، أو ما تعلق منها بالوقف والابتداء، وحتى ما تعلق منها بالمقامات الصوتية، على أساس أننا أتينا بخبير مختص في المقامات الصوتية يستمع لكل قارئ، ثم بعد ذلك يكتشف الخامة الصوتية المناسبة لذلك القارئ، وأحسن مقام يمكن للقارئ أن يقرأ به فينصحه به، حتى لا يغامر الطالب فيقرأ بمقام ربما قد لا يتناسب مع خامته الصوتية ومع قدراته الصوتية، بالإضافة إلى تلك التحسينات التي يعطيها المتخصص هذا لهؤلاء الطلبة في قضية المدود وفي قضية خفض الصوت ورفعه وغير ذلك. بالإضافة إلى هذا كذلك أتينا بمختص في ما يسمى بالاسترخاء وبكيفية التغلب على التوتر، في كيفية التفاعل أو التعامل مع مختلف هذه المسابقات. صحيح. فكانت لهم جلسات طيبة. أمر مهم، نعم، جدا. نعم، رأينا هذا الجانب، لأنه أحيانا أستاذة الذي يجعل الطالب قد لا يتحصل على بعض المراتب المتقدمة هو التوتر. نعم، يكون متقنا للحفظ، مخارج الحروف عنده سليمة وصحيحة، متقنا للأحكام، ولكن أحيانا التوتر، خاصة هناك مسابقات لها وزنها ولها ثقلها، كل العالم الإسلامي يشارك فيه، مسابقات يشارك فيها أكثر من 100 متسابق، ولهم وزنهم ولهم مكانتهم. فعندما يدخل الطالب ربما ولا يكون قد تمكن من هذه الأمور، ربما قد يصاب ببعض الارتباك. فنحن تفاديا لهذا خصصنا لهم أو جئنا بمختص يعالج هذه الإشكالات ويعطي لهم حلول ويعطي لهم حيل في كيفية التغلب على بعض المواقف التي ربما قد تربكهم، قد تجعلهم يتوترون، قد تجعلهم لا يركزون، قد تجعلهم يضطربون، فيأخذون هذه المهارات بالإضافة إلى المقامات الصوتية، بالإضافة إلى الوقوف عند المتشابه في حفظ القرآن الكريم وطرائق تثبيت الحفظ. كل هذه الأمور مدة أسبوع كامل، يعني إن شاء الله تكون كافية لأن يصبح هؤلاء الطلبة والطالبات مقتدرون على، نعم، أن يتحصلوا على المراتب الثلاثة الأولى في مختلف المسابقات. طيب، الدولية الفائزون في هذه المسابقات، نعم، المتميزون طبعا، نعم، في حفظ وترتيل القرآن الكريم جلهم من خريجي المدارس القرآنية، نعم، التي تتوزع عبر كل، صحيح، ربوع الوطن، حوالي 900,000 تلميذ وتلميذة، نعم، عبر الوطن. هذا العدد يرتفع، صحيح، دائما خلال العطل، خلال، نعم، فصل الصيف خاصة، نعم، حيث يقبل التلاميذ على الحفظ وعلى، نعم،
الترتيل. كيف يتم التنسيق من أجل انتقاء هؤلاء الطلبة؟ نحن نتحدث عن البراعم الذين سيتحولون إلى أبطال نسميهم هكذا في هذه المسابقات، بالإشارة إلى مسابقة الجزائر الدولية التي تعتبر زبدة حفظة القرآن الكريم ليس في الجزائر وإنما أيضا الدول المشاركة. نعم، جزاك الله كل خير. نحن عملية الانتقاء كما ذكرت سابقا تجرى عملية تصفوية على مستوى الولايات ككل، هذه بالنسبة للمسابقات الوطنية. هناك مسابقات ولائية يتم انتقاء الطلبة هؤلاء من خلال المسابقة التي تجرى على مستوى المدرسة القرآنية، ثم تجرى على مستوى الفائزين في الأوائل في كل مدرسة قرآنية، تنظم لهم مسابقة على مستوى البلدية لأنه في البلدية الواحدة قد تكون أكثر من مدرسة قرآنية باعتبار أن كل مساجدنا فيها التعليم القرآني. نحن لما نقول مدرسة قرآنية نقصد يوجد تعليم قرآني، قد يكون في مدرسة قرآنية في بناية مستقلة، قد يكون في قسم قرآني داخل المسجد، قد يكون في قاعة الصلاة، قاعة صلاة النساء أو غيره، وهي ما تسمى بالحلقة القرآنية. فتقام المسابقات على مستوى المساجد، على مستوى المدارس القرآنية، الأوائل تجرى لهم تصفية على مستوى البلدية، الأوائل على مستوى البلدية كلهم يجمعون تجرى لهم تصفيات على مستوى الدائرة الإدارية، الفائزون الأوائل على مستوى الدائرة الإدارية تجرى لهم مسابقة على أساس الولاية، وهؤلاء هم الفائزون الأوائل على مستوى الولايات، سواء في مسابقة المولد النبوي الشريف التي تنظم على مستوى كل الولايات، أو مسابقة شهر رمضان الكريم التي تنظم كذلك على مستوى كل الولايات. فإذا نحن نستخرج هؤلاء المتميزين، هؤلاء النوابغ، هؤلاء المقتدرون على أن يمثلوا الجزائر أحسن تمثيل، ابتداء من المحضن الأول الذي يجلسون فيه من المدرسة القرآنية، فالبلدية، فالدائرة، فالولاية، فالوطني، ثم بعد ذلك فعلى مستوى الدولي. نعم، مرافقة دائمة لهم. وعلى ذكرك للمرافقة، نحن هؤلاء عندما يتم ترشيحهم الآن، مثلا انتهينا الآن من إجراء المسابقة وتم ترتيبهم وتم تعيين فلان الفلاني المتسابق سوف يمثل الجزائر في المسابقة الفلانية، سوف تقام له دورة أخرى خاصة به في الولاية التي يقام بها، يتم مراسلة الولاية من أجل تسخير هيئة الإقراء الولائية لمرافقة ذلك الطالب إلى أن يغادر إلى البلد الذي سوف يقيم فيه إلى جانب المسابقة. طبعا المرافقة أكيد نصائح المشائخ مهمة أكيد. جدا من أجل تبوء هذه المراحل. نعم. في أقل من 30 ثانية. نعم. نصيحة من ذهب لشباب الجزائر. والله النصيحة الأولى، ثقتنا كبيرة فيهم بعد الله عز وجل. نعم. وما رشحناهم إلا لأننا مؤمنون أنهم لن يرضوا إلا بأن يأتوا بإحدى المراتب الثلاثة الأولى ليزيدوا الجزائر فخرا إلى فخرها إن شاء الله. مزيد من الألقاء إذا لكل المتميزين في مجال حفظ وترتيل القرآن الكريم، الأستاذ مسعود مياد مدير التعليم القرآني والمسابقات القرآنية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، شكرا جزيلا لكم.